ماما انا لسه ماسك الموبايل حالا، انا قاعد بذاكر بقالي اكتر من 9000 ساعه. انت قاعد مش بتذاكر وعمال تلعب في الموبايل؟ يا ماما انا والله العظيم قاعد بذاكر من الصبح، انا لسه ماسك الموبايل حالا، قمت انتي دخلتي. وانا اللي فاكرك قاعد تذاكر وانت عمال تلعب في الموبايل وتستغفلنا. انا كنت متاخر لقيتك هادد اللي بني، ويا ريتني كنت اقدر اسامحك، بس هعمل ايه؟ اقسم بالله لسه ماسك الموبايل حالا. قاعد بتلعب على الموبايل وقايلنا انك بتذاكر، انت مش هينفع معاك الا ابوك. بابا مين يا ماما؟ انت ديش بابا يا ماما. يا حاج يا ماما انت دي بابا ليه يا ماما؟ انا عملت ايه يا حاج؟ يا ماما انت ديش بابا يا ماما. يا حاج تعالى شوف ابنا. هرك اسود ومنيل، انت قد ما بتذاكرش قد. والله يا بابا كنت قاعد بذاكر ولسه ماسك الموبايل حالا. انا كنت متاخر لقيتك هادد اللي بني، ويا ريتني كنت اقدر اسامحك، بس هعمل ايه؟ ما عندكش حتى ريحه من الدم يا ابن الكلب، تقول الفلوس اللي ابويا بيدفعها في الدروس اللي دافع فيها دم قلبه وعد على الموبايل. يا بابا بقول لك قاعد بذاكر من الصبح لسه ماسك الموبايل. انا بقى هتعامل معاك زي العيل اللي بشخه، خد يا ست من الموبايل. موبايل ايه؟ هات شد الموبايل. يا بابا الموبايل ده اهم حاجه في حياتي يا بابا، ما ينفعش تاخد الموبايل بقى يا ماما. بقول لك هات شد الموبايل. يا ماما مش هينفع تاخد الموبايل يا ماما. عارف يا اسمك ايه؟ خلاصه الموضوع حاجة تعرف يا عم، حاجة تعرف. هتذاكر يو هتذاكر هذاكر اهو هذاكر 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 عيال